توتنهام وتسبيرو كريستال بالاس، فورزا كونتي فورزا كونتي فورزا كونتي 3-0. توتنهام وتسبير بيقدم مستوى ثابت جوه الملعب، 3-4-3 جميله جدا. عوده سول للتسجيل، واحده من ابرز الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه، تسجيل هاري كين وعودته للتسجيل في مباراتين ورا بعض ليفربول، والنهارده بيسجل قدام كريستال بالاس، مؤشر جيد جدا 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 بالنسبه لهاري كين. وطبعا لوكاس مورا والهدف الجميل لوكاس مورا سجله. مش هنتكلم على ماتش ويست هام وساوثهامبتون اللي انا كنت سايبه 3-2 لساوثهامبتون، بس بصراحه سعيد بالرحمه قدم مباراه كويسه ومباراه محترمه طريق بسعيد بالرحمه. تقول انت عرفت كل ده ازاي؟ اقول لك كنت بتفرج على قناه واحده بس وكان بيجيب لي ملخص الهجمات. مرضي يابا؟ معلش يعني مرضي ولا مش مرضي؟ علشان نوصل لماتش مانشستر سيتي وليستر سيتي. مانشستر سيتي وليستر سيتي، ما بين الشوطين كده نزلت مشاركه هنا على المنتدى عندي، اللي هو يعني انت كنت كسبنا 5 قبل كده يا عم براندون، احنا هنديك على عينيك. وبعد كده بسم الله ما شاء الله الشوط الثاني بيبدا، بلاقي بعد الدقيقه 58 كده 4-3. 4-3 ايه اللي حصل؟ ايه يا معلم في ده؟ احنا كنا بادئين الماتش اول نص ساعه 4-0، وكل الناس تقول لك ايه سيتي، ونتمنى ان احنا نشوف انديتنا زي سيتي، ونتمنى نشوف النصر السعودي، اللي هو ايه البلد كلها فجاه بقت عايزه تشوف نفسها مانشستر سيتي في اول نص ساعه. وبسم الله ما شاء الله الناس كلها شافت نفسها سيتي اول نص ساعه، قالت لك احنا عايزين نبقى زيهم. طب ما تبقى زينا في اول ربع ساعه بتاع الشوط الثاني، وعادي مفيش اي مشكله. يعني الشوط الاول السيتي بدا المباراه بسهوله كبيره جدا. ايه السهوله الكبيره جدا؟ انك تسجل هدف في البدايه. يعني لما بتجيب هدف في البدايه الماتش بيفتح معاك، واحنا متفقين مع بعض عزيزي مشجع مانشستر سيتي ان الفرقه لما بتسجل بدري المباراه بتبقى سهله جدا جدا جدا. سيتي سجل هدف الاول عن طريق كيفن دي بروين، استلم ولف ظهره بطريقه لا يفعلها الا الكبار، وكيفن دي بروين واحد من اهم الكبار. والهدف الثاني لمانشستر سيتي بصراحه من بنيه المباراه بالنسبه للاعيبه ليستر سيتي، وهو يوري تيليمانز. يوري تيليمانز اللي انا كنت خايف ومقلق منه جدا من النهارده، لقيته بيحضن كده على امريك لابورت. انت برنس يا معلم، انت ماسك لابورت في ضربه ثابته، ده انت غلبان والله. علشان خاطر الاقي في ضربه جزاء حسب السيتي، بيخش رياض بيحط بكل سهوله. الله حلوه الحياه معانا، لذيذه جدا والله. واضح ان احنا هنحط على التخييم النهارده علشان خاطر الهدف الثالث، عرضيه برده من برناردو سيلفا، وكاسبر شماكل بيحطها قدام جندوجان. انت معلم بقى 3-0 اهو الدقيقه 18. لسه هنحط دلوقتي، هنحط بعد كده رحيم السلجي بيقدر يحصل على ضربه جزاء من يوري تيلمانز، بيخش رحيم بنفسه يحطها، مع ان رياض محرز هو رقم واحد ضربات الجزاء، بس ابن الجزمه حط ايده عليها وراح مسجلها. عادي سجل عم رحيم، مفيش اي مشكله. علشان نقعد بقى في حفله هتحصل دلوقتي. بس بعد كده لقينا لعيبه السيتي شدوا اللحاف وقربنا ان احنا ننام، والماتش بدا يكون ممل، ولقينا كيفن ريح شويه، جندوجان ريح شويه، فرناندينيو مريح شويتين، رحيم ستيلينج ورياض ما بيعملوش واجباتهم الدفاعيه، برناردو سيلفا لا احنا عارفين هو بايك ولا عارفين هو بيلعب ايه، بس عادي الحياه لذيذه وظريفه. مش كسبان 4-0 كلنا مرضيين الحمد لله. هو على الورق كيفن دي بروين هو الاسترايكر، بس عادي جدا مفيش اي مشكله، بنعدي كل ده. ليه 4-0 اول نص ساعه يا بيه؟ شو التاني بقى بدانا لقينا بصراحه براد روجرز عرف يلمها. قال لك من زيرتشينكو اللي كان موجود ناحيه الشمال بالنسبه للسيتي ده، والله ما شفتوش من كتر الاجوان يا عيني. هو زيرتشينكو، ورا لابورت. لا ده في حفله ضحك هتحصل دلوقتي. زيرتشينكو ولابورت بسم الله ما شاء الله، كل كره تتلعب في ظهرهم بمصيبه، كل كره تتلعب في ظهر لابورت وزيرتشينكو بتلاقي لعيبه ليستر سيتي رايحه انفرادات بالزوف، اللي هو في ايرور هنا يا جماعه. يعني حلينا الايرور اللي كان شغال ناحيه اليمين لما قررنا ان احنا نحط كالوكر على الدكه، وان شاء الله يبقى يفضل متلازم من الدكه، وحطينا مكانه جواو كانسيلو، بدانا نلاقي ان موضوع اليمين ده بدا يقل شويه. فبسم الله ما شاء الله لما ظبطنا اليمين الشمال ضربت، اللي هو ظبطنا الجاكيته البنطلون ضرب مننا، حاولنا نظبط البنطلون الجاكيته ضاعت مننا، اللي هو ظبطنا ناحيه اليمين ضربت الشمال في وشنا. فلقينا ان بسم الله ما شاء الله ليستر سيتي بيروح من ناحيه الشمال، واحده كده جيمس ماديسون بيسجل هدف الاول، حطها جميله جدا بصراحه. بعد كده الثانيه حطها لوكمان ورا هو ابننا روبن دياس. بس المشكله من زيرتشينكو ومن لابورت، لا روبن ملوش علاقه باي حاجه بالصلاه على النبي. والهدف الثالث واحده من اللحظات اللي ايدرسون مراش بيبين لنا فيها ان هو والله راجل ليبرو كويس جدا، يعني ليبرو عالمي، بس بسم الله ما شاء الله يعني طلع واحده من جيمس ماديسون الشوط الاول كره ثابته زي بتاعه رامز ديل في ماتش ارسنال وليستر بالظبط، وقعدنا نقول له شابوه شابوه شابوه. وفي الهدف الثالث بتاع ليستر سيتي شامبو 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 جيمس ماديسون بيحط له، هو بيطلع جت في العارضه، لابورتو راح جري جنب العارضه، الكره نزلت حطها
كده حطها هنا تشو في المرمى. الله ده الماتش سخن، ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير بقى؟ لعيبه السيتي بعيد عنك، البدل بتاعهم ضرب في الارض خلاص. الشوط الثاني اللي هو سيتي قدم كل حاجه اول 30 دقيقه او اول 28 دقيقه، بعد كده المجهود بتاع لعيبه مانشستر سيتي او المنظور البدني او بص اللياقه البدنيه بتاعتهم بدات تنزل بطريقه غير طبيعيه، لدرجه انك قعدت تفكر هي الفرقه دي ازاي هتلعب قدام برانتفورد وبعديها تلعب قدام ارسنال. فانت قعدت خايف الشوط الثاني لحد ما افتكرت ان في كرات ثابته ممكن تستفيد بيها بالاطوال بتاع روبن دياز والاطوال بتاع امريك لابورت. ولابورت بسم الله ما شاء الله كان مان اوف ذا ماتش حرفيا. لابورت خربها في خط الدفاع ورجع لماها لما حس ان هي ممكن لسه يعمل ريمونتادا، لقيت ان لابورت طلع وحط بدماغه الهدف الخامس، خلاص خلصنا المباراه. الهدف السادس بقى مفترض ان روبن دياز كان لعيبه في المرمى، بس واضح ان الكره هي اللي فيها المشكله، مش روبن هو اللي عنده مشكله النهارده خالص. روبن دياز كان ممكن نقول ان هو قاصد يعمل اسيست لرحيم ستيرلينج، ممكن تمشي السوري، لان احنا من هذه القناه من وقت سابق اعلنا ان احنا لن نهاجم روبن دياز اطلاقا. فروبن دياز يفعل ما يفعل، المشكله في اكاي ما لعبش، يبقى المشكله في امريك لابورت عادي مفيش اي مشكله خالص، بس وردنا روبن لا يخطأ، هو ورياض وكيفن دي بروين، احنا الثلاثه دول لا يخطأوا، الباقي كلهم بيخطأوا ما عدا كده جو كانسيلو الفتره الاخيره، ودول كلهم احنا عندنا رياض وكيفن وجواو وروبن دياز ما بيغلطوش، اما الباقي بقى كلهم بيغلطوا بيعملوا كل حاجه. ونرجع ونقول عادي مفيش اي مشكله، لما قعدنا نقول ان احنا متقبلين فكره ان احنا مش هنلعب بمهاجم، لان بيب جوارديولا طلع يقول لك مش هنلعب مش هجيب مهاجم، اللي هو ربنا يستر ما نلوش الماتش الجاي قدام برانتفورد او نلوش الماتش اللي بعده قدام ارسنال، لان ارسنال بقى مخيف. والله ارسنال بقى مخيف، ومش هنرجع نقول لك ارجع لاول الفيديو كنا بنتكلم على ارسنال ازاي وبندي له شوت اوت لمايكل ارتيتا وبندي اللعيبه بتاعته ازاي، اوديجارد اللي بدا يقدم فترات اخيره مميزه، ولاكا اللي بيقدم مستوى خرافي من نص الموسم ده بصراحه. لعيبه ارسنال بتخليك ان انت تقلق من ماتش مانشستر سيتي وارسنال، بس ان شاء الله لما نعدي موضوع البوكسنج دي ونعدي قدام برانتفورد نبقى نقعد نفكر في ماتش ارسنال، ولما نقعد نفكر كده في ماتش ارسنال والنبي تعالى نفكر معانا هنا في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش فبراحتك يا برو.